سلام الله عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة وجرنان. تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج، أملنا دائما إن شاء الله نلقاكم بالصحة والعافية. أهم ما جاء في الصحافة الوطنية، صحافة السبت 19 من ديسمبر الموافق للسابع ربيع الأول، أيام فقط تفصلنا عن موعد المولد النبوي الشريف، عن ذكرى المولد النبوي الشريف. بداية بالنهار في الصفحة الأولى، النهار قالت الدي ار اس يخترق تنظيم داعش. قالت الخلايا التي كانت تنشط في الجزائر استعملت النعوش داخل المساجد للاتصال بالتنظيم في العراق، توقيف 12 شخصا أغلبهم مفرج عنهم في قضايا إرهابية. الفريق توفيق سجن 4000 مسؤول وكان يقول لمن يعارضه عس روحك. قالت النهار اعتلى رئاسة الجهاز بوساطة العربي بالخير والكفاءة لم تسمح له بذلك. لكساس يجمد 28 مليون أورو لإغلازيور كانت ستحول إلى فرنسا. الأموال عبارة عن أرباح شركة طيلة فترة نشاطها في الجزائر. لماذا الخوف؟ سنرفع أسعار البنزين والكهرباء فقط، هذا ما قاله وزير المالية بن خلفة. هذه أهم عناوين النهار اليوم. موضوع الدي ار اس يخترق تنظيم داعش تجدونه بالتفصيل في الجريدة في الصفحة الثالثة. جريدة الحوار قالت مقري يدين الجنرال توفيق. توفيق هو من أزاح نحناح من رئاسيات 99، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت يصرح للحوار قال حداد صديقي ولا خلاف بيننا. جريدة المحور قالت سعداني يؤكد أن المشروع سيقر أحقية الأغلبية البرلمانية، وقال الدستور سيكون في شهر جانفي. وقت الجزائر قالت الحكومة تمنع زواج اللاجئين السوريين بجزائريات. بعض اللاجئين السوريين أرادوا الزواج بجزائريات لكن الحكومة تمنع هذا الأمر. المحاكم والبلديات ترفضان إتمامه وتوثيقه لأسباب مختلفة. والجزائر تعلن الحرب على المفرقعات، حجز 35 ألف وحدة من المفرقعات بولاية سطيف. جريدة المحرر قالت 10000 جزائري حراك في البلدان الأوروبية منذ بداية العام، فيما تستقبل الجزائر حوالي 50000 مهاجر إفريقي سنويا. جريدة البلاد قالت وزير النقل والإسكان الإيراني في حوار للبلاد قال المد الشيعي في الجزائر افتراء ضدنا، وقال من يقصف سوريا واليمن هو من يتحمل مسؤولية الوضع الدامي هناك، وقال أيضا مستعدون للمشاركة في بناء السكنات بالجزائر. بن غبريت قالت أجور الأساتذة ستدفع بانتظام بداية من شهر جانفي. جريدة المساء تحدثت عن الاتفاق الجزائري الإيراني التي وصفته بالاستراتيجي، وقالت خمسة برامج لكسر عقلية الحاويات. وجريدة الأخبار عادت لموضوع الدستور وقالت سعداني تعديل الدستور سيكون في شهر جانفي. تقريبا هذه أهم العناوين بداية بالنهار وصفحتها الأولى. النهار قالت الدي ار اس يخترق داعش في العراق. قالت النهار كشفت تقارير وتحقيقات مصالح الأمن عن وجود 12 شخص أغلبهم مفرج عنهم في قضايا إرهابية من أبناء حي واد وشايح ببروبة، اشتبه فيهم كونهم منخرطين أو حاولوا الالتحاق بجماعات إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، وإسناد ودعم الجماعات الإرهابية عن طريق التحريض والتجنيد والإيواء وعدم التبليغ بعد إظهار رغبتهم في الالتحاق بتنظيم داعش بتوطيد اتصالاتهم بإرهابيين ضمن تنظيم داعش داخل الوطن عبر شريحة هاتف موضوعة داخل نعش الموتى بمسجد الفتح. وكشفت أوراق الملف أن المكلف بعملية تجنيد الجزائريين في العراق وسوريا عبر الموقع الجهادي مرج دابق اكتشف اختراق التنظيم من طرف أحد عناصر المخابرات الجزائرية بعدما التحق بالتنظيم عن طريق السعودية، وذلك على اعتبار أن التنظيم كان يجند الجزائريين عن طريق قيامهم بمناسك العمر ليقوم بنقلهم من السعودية إلى تركيا ومنها إلى العراق. الجنرال الفريق توفيق سجن 4000 مسؤول وكان يقول لمن يعارضه عس روحك. قالت النهار أكد تقرير للجزائر وان أن الجنرال توفيق لم يصل إلى منصبه إلا بإعاز من العربي بالخير الذي كان يدعمه، وليس بسبب كفاءته المهنية بل بسبب ولائه المطلق. وبالعودة إلى قرار إنهاء مهام الجنرال توفيق من على رأس الدي ار اس، أكدت ذات التقارير بأن القرار اتخذه رئيس الجمهورية، وأن الجنرال توفيق كان في كل مرة يرفض فكرة الاستقالة من منصبه حتى في أعز الأزمات التي مرت بها البلاد، على غرار اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق محمد بوضياف ومحاولة اغتيال الرئيس بوتفليقة في مدينة باتنة سنة 2007. واستنادا إلى مصادر مؤكدة
أكدت ذات التقارير أن تقارير ضباط الدياراس التي كانت تتم بإعاز من الجنرال توفيق قد تسببت في سجن أزيد من 4000 مدير ومسؤول في المؤسسات العمومية بتهم واهية، كما أوضح ذات التقارير التي نشرته الجريوان أن الجنرال توفيق كان يستدعي المسؤولين في الدولة وحتى الوزراء ليهددهم بمجرد معارضتهم لسياساته. زمن جال مانوفت عمر قالت النهار، وقالت النهار ستطلق الحكومة بداية من شهر مارس المقبل في حال استمرار الجفاف وعدم تساقط الأمطار مخطط جديد للتعامل مع هذه الوضعية، خصوصا ما يتعلق بمخزون المياه، أين سيتم إلغاء التعامل بمبدأ المياه 24 ساعة على 24 ساعة، فضلا عن تخفيف نسبة المياه الموجهة للسقي، وذلك في إطار إجراءات احترازية سيتم تطبيقها في حال استمرار الجفاف وتراجع منسوب المياه. الإكساسي يجمد 28 مليون أورو لشركة أغلازور. قالت النهار اتخذت قضية 28 مليون أورو الخاصة بشركة الطيران الفرنسية أغلازور المجمدة منذ سنوات من طرف بنك الجزائر أبعادا سياسية، ويتستدعي اليوم تدخل بعض الأطراف لرفع التجميد والمحافظة على منصب 1200 موظف يشتغلون بذات المؤسسة. قالت النهار حسب موقع كل شيء عن الجزائر نقلا عن صحيفة لا تريبين، فإن الأموال المجمدة تعود إلى ما قبل عام 2011 وهي عبارة عن أرباح يستحيل تحويلها إلى فرنسا بسبب ما تمليه القوانين الجزائرية عكس الفرنسية التي تسمح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بتحويل أموالها إلى الجزائر. الحكومة تمنع زواج اللاجئين السوريين بجزائريات، قالت وقت الجزائر. قالت وقت الجزائر كشف لاجئون سوريون مقيمون بالجزائر عن رفض الحكومة الجزائرية قبول طلبات الزواج المقدمة للمحاكم من طرف السوريين الراغبين بالزواج من جزائريات. أكد اللاجئون السوريون أن طلب إتمام الزواج من الجزائريات أصبح هاجس كل سوري مقبل على الزواج، والسبب حسبهم أن المحاكم الجزائرية ترفض قطعيا هذا الأمر مرجعة ذلك إلى عدم توفر الإقامة لدى اللاجئين، هذا ما جعلهم يلجؤون إلى أساليب غير قانونية والمتمثلة في الزواج العرفي. إلى جريدة البلاد في موضوع التربية، قالت وزيرة التربية بن غبريت سأسهر شخصيا على دفع رواتب مستخدمي القطاع في وقتها بداية من شهر جانفي. قالت البلاد أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت أنها ستسهر شخصيا بداية من شهر جانفي المقبل على عملية دفع رواتب مستخدمي القطاع دون أي تأخر. وقالت الوزيرة سأقف شخصيا على عملية دفع رواتب مستخدمي القطاع بداية من شهر جانفي المقبل، وذلك تفاديا للتأخر في دفع أجور المعلمين الذي عرفته عدة ولايات. إلى جريدة المحور التي قالت خلايا تجنيد داعش تستهدف أحياء نشأة الإرهاب بالعاصمة. قالت المحور رصدت مختلف مصالح الأمن بالعاصمة خلال السنوات القليلة الأخيرة نشاطا مشبوها لخلايا نائمة تحاول تجنيد شباب أحياء محددة لفائدة التنظيمات الإرهابية في الخارج على غرار ما يسمى داعش، أحرار الشام وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الناشطة في سوريا. وتركز نشاط هذه الشبكات حسب المعلومات المتوفرة تركز في مناطق سبقة وأن احتوت بذور الجماعات المسلحة التي تشكلت في تسعينات القرن الماضي بالجزائر، حيث تستهدف الخلايا النائمة شباب أحياء الكاليتوس بالراقي جنوب العاصمة والقبة وبابلوت. جريدة الموعد اليومي قالت بوضياف ينفي قطعيا تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بالجزائر. الموعد قالت نفى وزير الصحة والمستشفيات والسكان عبد الملك بوضياف تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا عبر ربوع الوطن، مؤكدا أن ما روج بوجود حالة إصابة بكورونا في ولاية بسة هي مجرد إشاعات. وقال بوضياف أن دواء سنتروم موجود على مستوى الصيدليات وأنه لا توجد أي ندرة لهذا الدواء عبر الصيدليات، مشيرا أنه تم مؤخرا استيراد كمية معتبرة من هذا الدواء الخاص بعلاج أمراض القلب لتغطية حاجيات السوق. جريدة الآن قالت أي عضو يوافق على مبادرة الأفلان سيقصى. قالت الآن أعلنت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي اتصال الأمين العام للأفلان عمار سعداني لعقد لقاء معها بشأن مبادرة الجبهة الوطنية، حيث أشارت أنها لم تبدي رفضها مباشرة احتراما للأخلاق السياسية فقط لتؤكد تعاطي أي عضو منها أو محسوب عن هيئة التشاور بالإيجاب مع مبادرة السلطة سيعرضه إلى الإقصاء مباشرة. المساء قالت خمس برامج لكسر عقلية الحاويات.
قالت المساء اتفقت الجزائر مع إيران على إعطاء الدفع لتعاونهما من خلال التوقيع على برامج تنفيذية ومذكرات تفاهم وإعادة تفعيل اللجنة المختلطة للصناعة قبل جوان المقبل، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين للنظر في مشاريع مشتركة تأخذ بعين الاعتبار قدرات كل بلد والفرص المتاحة وهي كثيرة، حسب ما أكد الوزير الأول عبد الملك سلال الذي دعا إلى بناء شراكة اقتصادية قوية وإحداث نقلة نوعية نحو شراكة نموذجية مبنية على المصالح المتبادلة. في الصحافة الناطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت داعش ضمن المفرقعات. قالت الإكسبريسيون حذر خبراء أمنيون من وقوع هجمات إرهابية في الجزائر خلال يومي المولد النبوي الشريف الذي تكثر فيها المفرقعات، حيث شددوا على اتخاذ إجراءات صارمة خلال هذا الأسبوع تفاديا لوقوع سيناريو دموي، خاصة وأن صوت المفرقعات التي تباع هذه السنة لا يختلف صوته عن صوت القنابل وصوت الكلاشينكوف، ما يسهل عمل الإرهابيين. وقالت أنواع وأشكال كثيرة انتشرت عبر طاولات البيع للمفرقعات والألعاب النارية تحمل أيضا أسماء غريبة وعجيبة من بينها شيطانة، مرجازة وداعش. لسواغ دالجيري قالت الحكومة المركزية والمركزية النقبية تنفيان رفع سن التقاعد. قالت لسوار نفت كل من الحكومة والمركزية النقبية لجي تي ما أثير مؤخرا من إشاعات بخصوص اعتزام السلطات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلا من 60 سنة، حيث قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن الحكومة لم تتراجع عن مكتسبات نظام التقاعد القائم، وقال أن في نفيا تاما باسم الحكومة كل الإشاعات المتعلقة بالتراجع عن مكتسبات العمال ومنها رفع سن التقاعد. في الصحافة المحلية آخر ساعة قالت مقتل نائب مير البسباس وإصابة امرأة بجروح خطيرة. قالت آخر ساعة سقط صباح أول أمس الخميس نائب أول بالمجلس الشعبي البلدي للبسباس بالطارف قتيلا ضحية تنفيذ قرار إزالة إسطبل فوضوي لتربية الأبقار وسط نسيج عمراني بحي سيدي بوزيد بقرية طويلة التابعة لإقليم بلدية البسباس، ما أصيبت أيضا امرأة بجروح خطيرة بعدما تلقت طعنة بسكين على مستوى الظهر، نقلت على جناح سرعة إلى المستشفى الجامعي بعنابة، في حين لفظ الضحية منصور مجيد البالغ من العمر 56 سنة نائب رئيس بلدية أنفاسه الأخيرة بالوحدة الصحية الجوارية بالمنطقة بعدما تلقى عدة طعنات على مستوى القلب. الوصل قالت ارتفاع منسوب مياه الوادي يهدد بعزل قرية ويزرات بمعسكر. قالت الوصل أثار تأخر إنجاز مشروع جسر على مستوى نقطة فيضان الوادي وقطعه للطريق استياء سكان قرية ويزر تتابع إقليميا إلى بلدية وادي تغيا، علما أن والي ولاية معسكر قالت الصحيفة أعطى تعليمات صارمة لإتمام هذا المشروع الذي يراوح مكانه منذ عدة سنوات رغم استهلاكه لأموال طائلة. في هذا السياق أعرب معظم السكان عن خشيتهم حيال المخاطر التي يسببها فيضان الواد القادم من ولاية أصعيدة. الجنوب نيوز قالت اكتشاف آلاف المواقع الأثرية بولاية أدرار وهو ما يشجع السياحة بالولاية. وقالت ذكرت الحظيرة الوطنية أنها اكتشفت أزيد من 3500 موقع أثري يعود لإنسان ما قبل عصر التاريخ بهضبة تدميت وإقليم قرارة ومنطقة بلدية سالي، قيل أنها الأولى من نوعها منذ الاستقلال، حيث ذكرت الحظيرة أن الاكتشاف جاء ضمن إطار بحث علمي أكاديمي بالتنسيق مع المركز الوطني للأثار. إلى تصريح اليوم وتصريح وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي. محمد الغازي قال أن في نفيا تاما باسم الحكومة كل الإشاعات المتعلقة بالتراجع عن مكتسبات العمل في إطار نظام التقاعد القائم، وقال لا يمكن أن يتخذ قرار من هذا القبيل دون إشراك الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، وقال أن نظام التقاعد تحكمه قوانين الجمهورية التي لا يمكن التصرف فيها دون مشاركة جميع الأطراف، ورئيس الجمهورية يولي أهمية لهذه الفئة التي استفادت من زيادة نسبية في السنوات الأخيرة. بتصريح وزير العمل والضمان والاجتماعي محمد الغازي نختم معرض الصحافة. إلى ضيفي ومو